بالوقت اللي عم تستعمل صورة المرأة كسلعة استهلاكية أو أداة ترويجية، شهدت بعض البلدان حكم المرأة بظروف كان صعب تقوم فيها لأي تغيير. عام 1960 سيريمافو باندرنايك تولت رئاسة الوزراء بسريلانكا، وكانت أول امرأة في العالم بالتاريخ الحديث توصل لها المنصب، ورحلت عام 2000. المرأة الحديدية هيك لقبت إلين جونسون لما أصبحت رئيسة دولة أفريقية وهي ليبيريا عام 2006، ونالت جائزة نوبل للسلام عام 2011. اختيرت إنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند على يد أحد المتطرفين بالثمانينات، واشتهرت إنديرا بالدفاع عن الفقراء وتحقيق السلام بالعالم. باليوم العالمي للمرأة، تحية إجلال لكل السجينات والمغتصبات والمعتقلات قصرا بسجون الظلام بالعالم العربي.